تسمعنا اليوم؟ نعطيكم الخط الثامن لمود حيم الولدها. الخط الثامن؟ ايه؟ هو رد عليها عد هالخطوط ولا ما بعد رد لها الحين؟ الا ما تقول خط كشريف وصل. زين اشوى الله يبشرك بالخير. عسى. اسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت جناب الولد الافخم الاحشم الامجد حيم حفظه الله واسعده ولا اشقاه. خطك الشريف وصل، وصلك الله الى خير وعافيه، فهمنا مضمونه موجب الخط بلاغ السلام والسؤال عن الحال، لا حل بكم سوء ولا مكروه. احوالنا تسركم من كافه الوجوه. على الدوام دام الباري علينا وعليكم نعمه الاسلام من طرف الزليب. انصلخ بعض الطي من توال القبله على حد الماء ووضعنا. كل ما جاب ابوك استاذ وشافها عيه يقول انا ما عفت حياتي. جاب استاذ ابو علي وعطاه الطاق مطبوق ولانت خليعته وقال ابى ابدا. جابوا لهم باب وحورك حطوه عليه وحولوه. فن عليهم انه يطوي طي مخيط. قال ابوك انبغى ان شاء الله طي مخراز ما علينا منه عشان العجله. ذبحنا الاستاذ والحرفيه الطليه الابرق ولهم اليوم ثالث مغربطين فيه. طرفوا ما بتزل دناتش والزرع ان شاء الله مو بلهجه ظما. وذكرنا دبن ميليين بالنفود وجابوا هلك نقلت كثكات وسموا انخيلات. الله لا يتكل على الاسباب. من طرف الحطب حنا بقصم ما فيه الا حنا، ولا عاد نلقى بالحائط لا عسبان ولا كرب ولا جذامير. وراح ابوك واخوانك وجابوا لهم من الصياهد نقلت علندا نقلت عرفج. ومن العرفج من حجر الذيابه ثم عودوا للنفود وجابوا حملين رطة. وخواتك راحوا المراحه ابن ناس محيلين وجابوا لنا خيشتين جله. وبهالفايت سمعنا صوت بطاط الصفره. يوم طلعت الشمس روحت اخوانك لا اصقار للحائط لقوا لهم بطه طاحت من الخضيره. ولا بعت وعد ما بعد وعد وصادوها مغمن عليها الخضيره. يقول لنا لبه السماء هناك الزود ان مكان يجي فيك طيور ويجي في ذا والزود تتزل فيها الجدم ويطيح علينا. أعوذ بالله. وعطوها جدك وذبحها. وعقبها جت بطة وقعت على جال الجابي وعلم. وجد قال عطوني مقمع والبارود وجوني وقلت ما عندنا بارود. قال عطوني عودان عشر وشب عليها وصفى عليها جدر لأنها فحمت. وطلب ملح انجليزي وخفان وزين بارود. طلب مخابيط وقال للعيي الوجه والبندق يم البطة. كسر جناحها ويالله قضبوها. تعشينا عليهن ولو لهن زخمة. هذا ما لازم بيان سلم لنا على خاصة نفسك ونسالم والسلام. الله يسلمك من النار ومن يسمع ومن يشاهد. هذه ما قصرت علمتها بدينتهم كلها. الله يجزاك خير يا ابو عبد الرحمن. يعني من السماء من الخضيرة يعني من السماء صح. الخضيرة خابرها بلبة السماء. يقولون لنا من أول أن في شيء اسمه الخضيرة مليان فيها اشجار وفيه يعني كانه جزء من الجنه. أي. فيها الطيور هذه ولا صار الزحمه طاح بعضهن علينا. الطيور المهاجره ذا يحسبونها تطيح من فوق من السماء من الخضيره. الله المستعان. الله يجزاك خير يا ابو عبد الرحمن على هالكلام الطيب. ابو نايف.